السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة التعليم الابتدائي والأساسي أينما كنتم، مرحبا بكم. نقدم لكم مسابقة فكرية رائعة، لكل سؤال جواب. إذا أعجبك هذا الفيديو اشترك في قناتنا، شغل زر الجرس ليصلك كل جديد، ادعمنا بإعجاب واترك لنا تعليقا لكي نستمر بتقديم المزيد. اختبر وعزز معلوماتك. ما هو الكوكب الأقرب للشمس؟ هل هو كوكب عطارد، كوكب الزهرة، أم كوكب بلوتو؟ الجواب الصحيح هو كوكب عطارد. تحفة أهل الجنة هي زيادة كبد النون، الطلح المنضود، التمر. الإجابة هي زيادة كبد النون. غذاء أهل الجنة على كبد النون هو لحم الطير، أم ينحر لهم بذل الجنة، أم الطلح المنضود؟ الإجابة هي ينحر لهم عجل الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. أكمل الحديث النبوي، شيبتني وأخواتها، نوح، البقرة، أم هود؟ الإجابة هي هود. دولة علمها ليس مستطيل الشكل، هل هي جمهورية نيبال، أم تيمور الشرقية، أم لا يوجد دولة هكذا؟ الإجابة هي جمهورية نيبال. بني سويف تقع في فلسطين، أم السعودية، أم مصر؟ الإجابة هي مصر. أكبر الخلجان في العالم هو خليج البنغال، خليج المكسيك، أم الخليج العربي؟ الإجابة هي خليج المكسيك. الاستغفار هو قول الحمد لله، الله أكبر، أم أستغفر الله؟
الإجابة هي أستغفر الله. صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الجنازة، صلاة الشفع، أم صلاة الخوف؟ الإجابة هي صلاة الجنازة. في حد من حدود الله يا أكمل الحديث، عمر، زبير، أم أسامة؟ الإجابة هي يا أسامة، حديث شريف. قائل ما مكنني فيه ربي خير، موسى عليه السلام، ذو القرنين، أم الخضر عليه السلام؟ الإجابة هي ذو القرنين. كم سجدة في صلاة الظهر؟ 4 سجدات، أم 6 سجدات، أم 8 سجدات؟ الإجابة هي 8 سجدات. عدد إخوة يوسف هو 11، 12، أم 13 أخا؟ الإجابة الصحيحة هي 11. الطائر الذي لم يجده النبي سليمان هو الكركي، أم الهدهد، أم اللقلق؟ الإجابة هي الهدهد. الأمثال هي الغنائم، الغزوات، أم الصلوات؟ الإجابة هي الغنائم. قائل ونحن عصبة، هل هم سحرة فرعون، أم أصحاب الكهف، أم إخوة يوسف؟ الإجابة هي إخوة يوسف. انتهت مسابقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكون قد نالت إعجابكم. نلتقي في موعد قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.